مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم معنا. احنا الان كنتواجدوا بمنطقة درب كبير، جولة في اهم الازقة واهم شارع الاحياء، درب كبير، نمشوا درب السلطان، نمشوا الحبوس، نشوفوا الاجواء ديال اليوم 14 من شهر رمضان الكريم. هاد الساحة اللي هي مشهورة، هاد الساكنة ديال المنطقة كلشي عارف هاد المكان. جولة في أزقة درب كبير، هاد الحي اللي كيعرف واحد الرواج كبير، من أقدم الأحياء وأشهر الأحياء اللي ماشي غير على مستوى الدار البيضاء ولكن على مستوى المغرب كامل. أحياء ديال المقاومة، الساكنة ديالهم معروفين، درب كبير، درب السلطان، درب ميلا، الحبوس، من أشهر الأحياء ديال مدينة. نقربوكم من الصورة وتعرفوا اشنو واقفة الاحياء وكذا الرواج.
نتوجه الان شارع محمد السادس حدا كارا جلال. الحبس القديم هذا هو الحبس القديم ديال الدار البيضاء. هذا هو الحبس القديم. غادي ندير واحد الجولة الآن في حي الأحباس الحبوس الجميعة البلدية ونهبطو لدرب السلطان دار جلال ونشوفو شارع محمد السادس.
هذا الحي من اجمل وانظف الاحياء على مستوى الدار البيضاء اللي هو الحبوس. مازال دوك القواس، مازال الرياضات، مازال الدور القدام، كل شيء كاين هنايا. درب الاحباس كاين المحلات اللي حالين وكاين المحلات اللي سادين. شوفوا كيفاش داير هذا الحي، يعني زعما سعدات الناس اللي ساكنين هنايا.
I
عاون نفسي. I'm sure you got the